بطل مسرحيتنا ومهرجها رجل يدعى يدعى ما يدعى. بالجملة دي بتبتدي أحداث مسرحية مسافر ليل اللي بتعتبر من أهم روائع الأديب صلاح عبد الصبور، واللي ممكن تتقدم في أي زمان ومكان لأنها بتناقش كتير من القضايا الإنسانية، منها الصراع الأبدي بين الخير والشر. وفي ساحة الهناجر بنلاقي عربية القطر جاهزة علشان تعيش الجمهور جوه حالة العرض من أول لحظة. هتلر متلر جونسون منسون الإسكندر تك 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 الإسكندر تك 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 الإسكندر. معذرة، لا ينفصل الإنسان عن اسمه، فالعظماء يعودون إذا استدعيتهم من ذاكرة التاريخ لتسيطر عظمتهم فوق البسطاء، والبسطاء يعودون إذا استدعيتهم من ذاكرتك ليكونوا متنزه أقدام العظماء. ولذلك خير أن ننسى الماضي حتى لا يحيا في المستقبل، حتى لا يخدعنا التاريخ ويكرر نفسه. الإسكندر الإسكندر الإسكندر، من يصرخ باسمي؟ من يدعوني؟ من أزعج نومي في زاوية العربة؟ أنت؟ معذرة، من أنت؟ أنا الإسكندر. في صغري روضت المهر الجامع، في ميعة عمري روضت أرسطاليس، حين بلغت شبابي روضت العالم. الراكب تسري الدهشة في فكيه وعينيه، وجه مرسوم في إعلان، بل هو خائف للإنصاف قليلا، وهو يقول لنفسه: هذا البرميل الأسمر في الكيس الكاكي الإسكندر؟ لا لا لا. برحب بالفنان ياسر أبو العينين، أحد أبطال العرض. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، شرفتون. أهلا وسهلا. عايزين نعرف، يعني الصراع دايما بين الخير والشر أو الظالم والمظلوم هو صراع واضح لكنه عبثي، فهل دور حضرتك كراوي بيوضح الصراع ده؟ هو أو دور بيوضح عبثيته يعني بمعنى أخص؟ بالعكس، ده هو الأحداث اللي بتدور داخل عربة القطار تبدو ظاهريا انها احداث عبثيه وغير منطقيه، لاننا بنبدا بعامل تذاكر يعني كمساري في قطر بيقول للراكب انا الاسكندر الاكبر. فقد يرى المتلقي من اول وهله ان احنا في نص عبثي، ولكن مع تقدم سير الاحداث بنعرف ان ده ما هو الا رمز لعلاقه كل متحكم بمن هو اسفل منه على كافة المستويات. يعني احنا لو نشوف على مدار العرض بنلاقي ان في شكل السلطة الحاكمة، شكل السلطة الدينية، وحتى السلطة الاجتماعية. الرتب اللي بين اللي لما بيقول له ثلاثي السترة ورباعي السترة، وده زميلي الأرقى مني وبيسكن في حتة أحسن من، فبنعبر عن كل أشكال السلطة الفوقية، مش بشكل واحد بس يعني كما يتراءى للبعض انه ده بيتكلم عن علاقة السلطة الحاكمة. لا، علاقة السلطة الحاكمة وعلاقة السلطة الدينية وعلاقة السلطة الاجتماعية. فدي كلها حاجات زي ما انا بقول لحضرتك كده واقعية موجودة في واقع الحياة، ولكن الأستاذ صلاح عبد الصبور اختار تقدمها بالشكل العبثي والشكل الكوميدي، لانه حتى في عنوان مسرحية مسافر ليل هنلاقي بين قوسين كوميديا سوداء. هو الأستاذ صلاح عبد الصبور صنفها كوميديا سوداء. دور الراوي مع عامل التذاكر والراكب هو دور المرشد والمفسر لبعض المواقف والأحداث اللي بتدور في عربة القطار، اللي بتخلي المتلقي يفكر بعقله أكتر ما يفكر بوجدانه. يعني تعرف حضرتك لو أنا فضلت من أول المسرحية إلى نهايتها بتفرج على الراكب وعامل التذاكر فقط، هدخل معهم في إيهام الحدوتة وهبقى بتفرج عليهم باستمرار ومشاعري تبتدي تشتغل، ممكن أنحاز لطرف كمان بالزبط. يعني فالراكب دوره أنه يوقظ الراكب طوال الوقت
ويعرفوا ان احنا في مسرح وان احنا في مسرحيه، لان انا بطلع من وسط الجمهور وببقى قريب جدا وبكلمهم في عينيهم واحيانا بقعد جنبهم، فده بيخلي عقل المتلقي متيقظ مع برضو عواطفه اللي بتتفاعل مع شخصيه عامل التذاكر والراكب. طب هل نفهم من كده ان الراوي بيجسد الخير والشر في نفس الوقت، ولا هو منحاز لطرف واحد، ولا هو على الحياد؟ لا، هو مش على الحياد. هو قد يبدو على الحياد في الاحداث لانه ما بيشاركش في الحدث، ما بيمنعش شر بيقع على الراكب، ولا بيساعد عامل التذاكر في شر بيوجهه ناحية الراكب. اذا فهو ليس طرفا في سير الاحداث، ولكن واضح جدا من تعليقاته وحتى في موقفه الاخير في اخر الروايه خالص انه منحاز للراكب وانه ضد عامل التذاكر، هو صاحب موقف. وانا في قراءتي انا الخاصه اللي ما بفرضهاش على حد طبعا، ان هذا الراوي هو الشاعر صلاح الصابون نفسه. يعني هو بيعبر عن نفسه هنا وبيتكلم بلسانه. يعني انت عارفه المؤلف لما يجي يكتب شخصيه او مجموعه شخصيات بيحط نفسه مكان كل شخصيه ويتكلم بلسانها ويعبر عنها علشان تبقى الدراما مظبوطه. ولكن شخصيه الراوي دي تشعري ان وراءها الشاعر صلاح عبد الصابون نفسه. يعني نفهم من كده ان حضرتك بتوضح للمتفرج اللي بين السطور مثلا او بتقرب له اكتر. يعني بالظبط بالظبط. طب عايزين بقى نسال حضرتك، يعني حضرتك ما كنتش البطل الاساسي للمسرحيه. ايوه. فهل دي حاجه بتضايق حضرتك، وكمان ان البوست مش عليه صورتك؟ لا اطلاقا، ده كان طلبي على فكره. انا اول بروفا عملتها مع الدكتور محمود فؤاد صدقي مخرج العرض ومصمم الديكور في نفس الوقت، كلمني في جزئية الدعاية دي فقلت له أرجوك لأ. لسببين: أولا لأن الدكتور جهاد أبو العينين هو أخويا، وعدم وجوده في العرض لأسباب خارجة عن إرادته، أسباب صحية يعني عنده ظروف صحية. بس إزاي الصدفة حكمت إن حضرتك تجسد دوره وحضرتك أخوه وأنتوا الاثنين ممثلين؟ هو أنا علاقتي بالدكتور محمود ودكتور علاء علاقة وثيقة، بعيدا عن إن جهاد أخويا برضو دكتور في معهد فنون مسرحية. أنا علاقتي بيهم قديمة جدا وإحنا أصدقاء من زمان، وهم عارفين إن أنا في الوسط ممثل ومخرج مسرحي، فهم عارفين إن أنا موجود في الوسط بأكتر من وظيفة وشكل، يعني بمثل وبخرج وبكتب. فكمان هم عارفين علاقتي بعرض مسافر ليل، كمان دكتور علاء عارف ان عرض مسافر ليل ده انا اشتغلت فيه اكتر من مرة. يعني انا جسدت دور عامل التذاكر وجسدت دور الراكب واخرجت هذا العرض قبل كده، وشاركت فيه في مسرح الطليعة من سنين كتير قوي، من اكتر من يمكن 22 سنة او 23 سنة، وكان عامل التذاكر الاستاذ خالد صالح الله يرحمه، وكان الراكب نضال الشافعي. فكان عرض ممتع وكنت بساعد في الاخراج وقتها. فالعرض ده بالنسبة لي ليه عشق خاص، يعني ليه معزة خاصة. طبعا. جدا. وعلشان كده انا ما تعبتش كتير اكتر من ان انا اعرف الرؤية الجديدة اللي بيتناولوا بيها الدكتور محمود فؤاد صدقي. انما بالنسبة للحفظ، انت عارفة الحفظ صعب قوي لان العرض باللغة العربية الفصحى وشعرا، فما ينفعش تحطي كلمة من دماغك لو نسيتي او تبدلي كلمة مكان كلمة، لان مفيش مساحة للارتجال، يعني يكسر الوزن الشعري. فلازم تحفظي كويس قوي. فانا الحمد لله من البروفا الاولى انا كنت حافظ بنسبة 60 أو 70%، لان العرض انا حافظه كله بدور عامل التذاكر بالراكب بالراوي، انا حافظ الثلاث ادوار. عظيم جدا. فقدرت الحمد لله في وقت ضيق، لان الوقت فعلا ما كانش سامح من بدايه ما قرروا ان العرض يعاد تقديمه مره اخرى لغايه ميعاد الافتتاح اللي كان في 25 ديسمبر، كان مساحه البروفات اللي مسموحه لنا قليله، فكان لازم الممثل يجي يكون حافظ بشكل كويس. مفيش وقت انه ياخد وقت طويل. دي حاجه طبعا صعبه جدا. حضرتك قدرت تعملها ازاي يا ترى؟ انا اتفرجت على العرض اصلا هنا، وده ساعدني كتير. ان انا اقرب من وجهة النظر بتاعت الدكتور محمود ما كانتش عايزة مجهود كبير، لاني شفت العرض يمكن اكتر من 3 مرات. وفي معلومة برضو حضرتك متعرفهاش، ان قبل دكتور جهاد كان في دكتور صفوت الغندور، ده برضو دكتور في معهد فنون مسرحية، كان بيأدي دور الراوي قبل دكتور جهاد. حضرتك الثالث يعني بالنسبه للدور. أنا الثالث في دور في دور الراوي. كل ده ساعدني ان انا عندي خلفيه عن عرض مسافر ليل، اشتغلته كتير، ان انا حافظ بنسبه كبيره الدور اصلا من قبل ما يعرض عليا انا حافظه، واني اتفرجت على العرض اكتر من مره، ده ساعدني في ان انا
اجتاز الموضوع، بالاضافه بقى للبعد الانساني ان ده يعني دور اخويا، فهو يعني دور عزيز على قلب حضرتك. لا يعني هو كمان هيبقى مبسوط ومستمتع بان حضرتك البديل ليه، البديل ليه. وهو يعني ربنا يا رب يعني تمشي فيه على خير ان شاء الله، ربنا في اي وقت صح. هو هيبقى جاهز للعرض، ينزل يعرض الدور واحد يعني خلاص انتوا اخوات يعني عادي. اتمنى لو من بكره هو جاهز يعرض الدور مكانه. بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا للفنان ياسر ابو العينين، نورتنا، ميرسي لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. المشهد يتلخص فيما ياتي: الراكب محموم بالرعب، يتغير وجهه مثل اشاره ضوء، والاسكندر قد عبأ جيشه، الصوت وانبوب السم جناح أيمن، والغدارة والخنجر فيلقه الأيسر. لا نجرؤ طبعا أن نذكر ما في قبعته حتى لا يغضب. لا يجرؤ أن يعصي أحد أمري، هل تجرؤ؟ لا, 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 لا يا مولاي، قل لي بما تأمر، أسرع من رجع حديثك سأكون. قال الراكب في نفسه: ما يدريني، فلعل الرجل هو الإسكندر، ولعل الموت العظماء ما زالوا أحياء. وعلى كل فالأيام غريبة، والأوفق أن نلتزم الحيطة، ولعلي إن لنت له أن يتركني في حالي. قال الراكب في نفسه: فلأتذلل له. ماذا تبغي مني يا مولاي؟ عفوا، مثلك لا يبغي من مثلي شيئا، أعني بما يشملني عطفك، بما تكرمني. هل تجعلني سرجا لجوادك؟ ضاقت نفسي بركوب الخيل الآن. هل تجعلني فرشة نعلك؟ ينظر أن أمشي يؤلمني اللمباجو. أتمدد أحيانا في الشمس وأخذ حمام بخار كل صباح. فلتجعلني فحاما في حمامك، اعد لي بمناشفك الوردية. اجعلني حاملة خفيك الذهبيين، لكن لا تقتلني أرجوك. العامل يلقي في ضيق أسلحته، ويمد يديه الفارغتين في كسل نحو الراكب. تقتلني بيديك؟ لا، أرجوك لا تقتلني، اعد لي بأخس أشيائي أو أعظمها، اصنع بما شئت لكن لا تقتلني أرجوك. لا. عايزة أرحب بالفنان علاء كوكا، أحد أبطال العرض. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، نورتونا. بصير حضرتك، مسرحية مسافر ليل مسرحية عباسية وفيها صراعات كتير، ودايما بنلاقي ان كان في صراع بين عامل التذاكر الظالم والراكب المظلوم، فعايزين نعرف كده تفاصيل دور حضرتك اكتر والصراعات اللي بتعيشوها جوه المسرحيه اكتر. يعني هو طبعا زي ما حضرتك قلتي انه هي لحظه عبثيه بتجمع ما بين عامل التذاكر والراكب في منتصف الليل في قطر ما فيهوش غير هما الاثنين، فبيمارس يعني ضغطه وقهره على هذا المواطن البسيط في صورة يعني تجريدية عبثية فيها يعني شخصية عامل التذاكر الموتور، شخصية معقدة بيدعي انه هو في الاول اسكندر الاكبر، وبيدعي ان هو زهوان وان هو سلطان وان هو عشري السطرة، علشان هو له غرض نهائي ان هو يقتل هذا المواطن. طبعا شكل عبثي، يعني في ازدواجية ما بين الظالم والمظلوم او القاهر والمقهور، حاجة كده. طبعا في شكل نص شعري باللغة العربية الفصحى، بتستدعى فيه شخصيات زي هتلر، زي جونسون، زي الحجاج، كشخصيات في التاريخ هو بيستدعي منها بعض القيم يعني عشان يمارس هذا القهر على الراكب. طبعا في كل ده في إطار كوميدي يعني،
طبعا داخل القطر ده اللي بيجتمع فيه المتفرج مع الممثل في علاقة حميمية بيقودهم الراوي اللي بيحكي الحدوتة اللي حصلت ما بين هذا الراكب وهذا وعامل التذاكر عشان يقرب لهم الصورة ويوصل لهم لماذا قتل هذا المواطن اللي في النهاية ما كانش له أي ذنب. ده بشكل عام يعني إطار العرض. طيب حضرتك زي ما قلتلي بتقدم دورين، دور هتلر ودور الإسكندر الأكبر، فهل مثلا حضرتك بتمثل دور الفساد أو الظلم في كل العصور؟ هو صورة من صور الظلم أو القهر أو الممارسات العنيفة عبر التاريخ. هو مش بيمثل هتلر لكنه بيستدعي أقوال هتلر، بيستدعي صفات هتلر. طبعا جواها بقى موسوليني، جواها أي شخصية كان فيها هذا العنف تجاه المحكوم يعني. فده بس في إطار عبثي يعني كوميدي في نفس الوقت. ده الإطار يعني. طب احنا كل شخصية حضرتك بتقدمها بيبقى ليها ذاكرتها عند الجمهور، فازاي بتقدر تقدم كذا شخصية بسلاسة بدون ما تشتت المتفرج؟ والله يعني دي مسألة أساسية في التمثيل يعني. واحنا بندرس ده في الأكاديمية يعني. تبقى مسألة بسيطة ان انا ابقى عامل لكل شخصية مواصفات، صوتها ايه، حركتها ايه، انفعالاتها ازاي، وهكذا وهكذا. مجرد ما انا ابقى عايز انقل من شخصية للتانية بستدعي صوتها وحركتها وصفاتها، فتبقى المسألة بالنسبة لي بسيطة يعني، مش محتاجة يعني مش فيهاش صعوبات بالنسبة لنا. بالاضافة لان احنا بنعمل بروفات على الحكاية دي علشان نبتدي نتمكن من كل تركيبة او كل شخصية لوحدها يعني. فيعني تعتبر في عالم التمثيل مسألة ما هيش صعبة يعني. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الفنان علاء كوكا، وبتمنى لك التوفيق في كل جاي ان شاء الله. ميرسي لحضرتك. برضه موجود متقدم الازمان او لم يوجد بعد او لم يوجد قط، لكن نسمع عنه في كل مكان. بعض الناس رأوا او خالوا انهم في بعض الاحيان رأوا بعضهم وقد خاطبه مثل خطابي لك، او يزعم بعضهم ان قد خاطبه يوما ما. لكن اوراقي ليست بيضاء، هذا اسمي، هذا رسمي. لا، اوراقك بيضاء تماما. انظر انظر انظر. ايه، لا تعرف اوراقك؟ ادركت الان، هي ليست اوراقك، انت سرقت الاوراق ايضا. لحظة، فالامر خطير. العامل يستخرج نجمة مأمور أمريكي من جيبه ويعلقها في صدره، يتحول عن مقعده حتى يجلس في وجه الراكب، يسحب رفا من تحت المقعد يصنع منه مائدة، ينشر أوراقا، يستخرج بضعة أقلام من جيب خلفي، يشعل سيجار ويضفر شاربه بلعاب ثناياه أو بدهان يستخرجه من جيب السروال الخلفي، يتنحنح مزهوا ويقول: يا عبد، قف واسمع وصف التهمة. التهمة؟ أنت قتلت الله وسرقت بطاقته الشخصية، وأنا علوان بن الزهوان بن السلطان وللقانون في هذا الجزء من العالم، باسمك يا عشري السطرة أفتتح الجلسة. لا، لم أفعل. إني أطلب عشري السطرة ذاته، أطمع في عدله. لحظة، لابد لك أن يجري العدل من أن نحفظ للعدل مظاهره الرسمية. هذا حق، فالعدل بلا مظهر كالمرأة دون طلاء، كالمسرح، مسرحنا هذا دون ستائر، ولهذا فالعامل يقفز كي يجلس في أعلى العربة فوق الرف الشبكي، يدلي ساقيه ويؤرجح قدميه على رأس الراكب. لا تندهشوا، هذا أيضا حق، فقديما قالوا إن القانون فوق رؤوس الأفراد. مظلوم والله مظلوم، لم أقتل أو أسرق، أدركني يا عشري السطرة. أن تطلب عشري السطرة؟ مظلوم مظلوم. أنا عشري السطرة، انظر
العامل يفتح سترته الرسمية مرة مرات سبع، تلمع أزرار السترة من سترته الأولى حتى جلده. عدلك يا عشرية السترة، هل تطمع في عدلي؟ ماذا تعرف عن عدلي؟ إنك أعدل من في الأرض. لا بأس بهذا، حدثني عن رفقي بالضعفاء. فإذا رحمت فأنت أم أو أبو. هذان في الدنيا هما الرحماء. طيب هذا أحسن، حدثني عن علم. عليم بأسرار الديانات واللغة، له خطرات تفضح الناس والكتبة. طيب هذا أحسن، حدثني عن جودي. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. لا، هذا قول طائش. أنا لا أقدر أن أعطي أحدا روحي، لا ظنا مني أو بخلا بل إشفاقا أن يختل نظام الكون. هي مسؤولية. هل هذا شعرك؟ لا وجلالة مجدك، هذا شعر سمج مأفون يعلق في ذاكرتي من أيام صباي. هل تعرف قائل هذا الشعر؟ المتنبي فيما أذكر؟ لا يخطئ حدسي أبدا، هذا يبدو من شعر العائم. شعبان العائم. الراكب يتلمس قلما من أقلام العامل، يتصنع هيئة مبهور بالمعلومات، ويقول بصوت متزلف: من يا مولاي؟ شعبان العائم. شعبان العائم صحفي في حاشيتي. صحفي لا يصلح إلا في هذا الهذر الأجوف. لكني أتسلى به. هل تدري لست سعيدا؟ يتخيل بعض الحمقى أني رجل محظوظ، ويقولون لأنفسهم حين يعودون إلى أكواخهم وزرائبهم في الليل: ماذا يصنع عشري السطرة؟ يتقاضى أعلى أجر، يسكن في قصر، يتصرف في أقدار الناس، لا يدرون بأني أحمل أكبر عبء. أفزع في الليل إذا حدثت واقعة ما، أخرج من قصري كي أتفقد أحوال الخلق، أحفظ في ذاكرتي أسماء القتلة والسفاحين وذوي الأفكار السيئة الأخطر من أخطر أنواع القتلة والسفاحين. يلا بقى. أستقبل زوار البلد الغرباء، أتحمل نظراتهم الحاقدة البكماء، أشرب قدح القهوة حتى مع أعدائي، مع زواري من كل مكان، أتجرع 200 فنجان في اليوم، فسدت أمعائي، أكل أكلا مسلوقا. هل تدري أني أحيانا لا أغفو إلا ساعات في الأسبوع؟ لا تتصور أني أخشى أن أقتل في نومي، فأنا لا أخشى الموت، لكن لابد من الحائط. ولذا فأنا أقتل أعدائي أو أشريهم بالترتيب. لا أخشى من أعدائي بل من أصحابي. تابعنا العرض المسرحي مسافر ليل اللي بيتقدم للموسم التاسع في ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية ضمن احتفالات وزارة الثقافة لإحياء ذكرى الراحل الأديب صلاح عبد الصبور. خلصت حلقتنا، لكن عروضنا لسه ما خلصتش. استنونا الأسبوع الجاي في حلقة جديدة وعرض جديد والفن في البيت.